أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي رجل وعنده مكتبة أوقفها في مكتب الدعوة والإرشاد، وفيها كتب تفسير مشحونة بالكفر والاستهزاء بالأنبياء والتحريف اللفظي والمعنوي للقرآن، فهل تنفذ الوصية؟ فهل ينفذ هذا الوقت؟ يراجع القاضي في هذا، الأوقاف يرجع فيها إلى القاضي، والقاضي يشكلها لجنة من أهل العلم ويشوفون. نعم.